علامات كتير متعددة ممكن صحيح. تكون هي مؤشر أو بداية مؤشر لتعرف الأم أنه الطفل عم بيعاني بطريقة اللفظ أو بالأسلوب أو غيره من التفاصيل، ولكن هاي العلامات مو لوحدة هي الكافية، أيضا تواجد الطفل ضمن البيت وضمن رياض الأطفال وتصرفه مع الأقران الموجود فيها ممكن هو الأم وممكن أيضا الأساتذة أو المدربين الموجودين ضمن رياض الأطفال يبلشوا يستشعروا هاي المشكلة، وهون لازم بقى نبلش ندور على الحل، شو الأسباب وكيف مرحلة العلاج وغيرها كتير من التفاصيل اللي رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة نور زيدان اختصاصية بتقويم اللغة ومشكلات النطق والتخاطب عند الطفل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. قبل ما نغوص بتفاصيل تأخر النطق وكيف هي الأم فعليا من خلال التقرير، يعني أعطينا بعض الملاحظات اللي ممكن تنتبه للأم، بس خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية والرئيسية لتأخر النطق، يعني لأنه في أساسا في فروق فردية بين الأطفال، يعني في أطفال بيحكوا بكير في أطفال بيتأخروا، بس في أساسا سبب لنقول هذا الطفل تأخر، شو هي الأسباب؟ هلا تمام، نحن عندنا بنلجأ للأسباب هي ثلاث أسباب رئيسية، أسباب وراثية وأسباب عضوية وأسباب بيئية. نجي نحن على الأسباب الوراثية، هلا نحن ممكن نلاقي تأخر النطق موجود بعائلة كاملة، بس ممكن تلاقي طفلين أو ثلاث أطفال معهم تأخر نطق، فهذا الشيء نحن بنصنفه إنه هو عامل وراثي. كمان في عوامل متعلقة بفترة الحمل، العوامل الصحية الصعبة اللي بتتعرض لها الأم بفترة الحمل هي ممكن تكون سبب بتأخر النطق عند الطفل، أيضاً الولادة المبكرة، وبنلاحظ نحن بإنجاب التوائم أوقات أثبتت الدراسات بإنه إنجاب التوائم بحالات إنجاب التوائم في عنا طفل بيتأخر بالنطق والكلام عن الآخر. في طفل بيسبق طفل. تماما. وبحالات نادرة أوقات الطفلين بيتأخروا سوا لسبب غير ظاهر. بتكون الحالة إنه السبب إنه توم أجوا مع بعضهم. أيضا نحن عنا في جنس المولود. كمان الدراسات اثبتت انه الانثى بتنطق بالكلام اسرع من الذكر. هلا كلهم حيقولوا لك كل الشباب تمام. هي بالنسبه للاسباب الوراثيه، عندنا نحن اسباب عضويه يلي منها الحنك الارنبي اللي بيكون عباره عن شق بسقف الفم او الشفاه الارنبيه، كمان بتكون عباره عن شق في الشفاه العلوي. ايضا هناك اللسان المربوط او المعقود كمان بيكون عباره عن نسيج بيربط سقف اسفل اللسان بقاعده الفم، هذا الشيء بيعيق عنا من كلام الطفل وحركه اللسان، حتى الاسنان اذا متقدمه او كذا تماما تماما في عندنا اي مشكله بالاسنان اذا كانت مثلا الفك العلوي لقدام او الفك السفلي كمان صحيح. متقدم، هذا كلياته بيعاني منه الطفل بلفظ بعض الاصوات. يعني أسباب متعددة فينا نقول، إذا شلنا العضوي على جنب وأيضا شلنا بعض الأسباب الثانية، خلينا نفرق، في كتير ناس بتخربط أحيانا بين التأخر اللغوي ومشاكل النطق. يعني التأخر اللغوي صار شائع حاليا عم نشوف، لأنه يمكن كتير من الأهل صاروا عم يتركوا الأطفال مع الأدوات التكنولوجية تماما. فبالتالي هو ما عم بيشوف محيط، ما عم يحفظ مفردات، خلينا نحكي الفرق بيناتهم. هلا التأخر اللغوي هو عبارة انه طفل ما بيفهم تمام، انه مثلا انا حكيته تعال ما بيعرف، اعطيني ما بيفهم علي، حتى اذا ذكرتي له اسمه ما بيرد عليكي. فالفهم تأخر اللغة مرتبط بالفهم، فهم بيحكي ما فهم ما رح يحكي وما ابدا يفهم عليكي. اما تأخر نطق عبارة عن وضوح كلام، وضوح اصوات لدى الطفل، وهذا اكثر شيء مرتبط بالاسباب العضوية. طب خلينا نحكي، يعني قلنا من البدايه في فروق فرديه بين الاطفال، مو كل مين تاخر تمام. الحكي اللي بنقول عنه طفل مصاب عنده مشكله تاخر النطق، بس خلينا نحكي عن البيئه قديش بتلعب دور. يعني في عنا حالات حتى بنلاحظها، مثلا الام اذا بتحكي كثير ابنها ما بيحكي كثير تمام، يدخل المدرسه عائله هاديه يمكن، كان بتلاقي الولد بيتاخر بالحكي. في عالم لا، بتلاقي لانه عندهم بيت ستون وجدهم عجقه بالبيت، بتلاقي الولد تواصل اجتماعي كثير كبير، الولد بينطق على بكير. فالبيئة المحيطة قديش بتلعب دور، يمكن بيئة النطق عند الطفل وقديش بتعمل له مخزون بالذاكرة لغوي تماما. البيئة أكثر شيء بتلعب دور، خصوصا نحن بنلاحظ حاليا أكثر شيوع عند الأمهات الجدد اللي بيكون عندها الطفل هو أول مولود عندها، فهي ما بتعرف كيف تتعامل معه، ما بتعرف كيف تتصرف معه، فهون بهي الحالة بتنطر طفلها لحتى هو يبدأ بالكلام وهذا الشيء كثير خاطئ، لأنه لازم يكون في تحفيز لغوي للطفل من اليوم الأول لحياته. فنحن الام هون بتوقع بغلط انه انا ما بعرف اتعامل مع طفلي، ما عندي الخبره اللازمه، فهون هو الطفل بينعكس سلبا عليه.
كمان في عنا كمان الام العامله يلي بتضطر انها تروح على شغلها وتترك طفلها عند الشغاله او البيبي سيتر، هون الطفل بينحرم 6 ساعات من التواصل الاجتماعي. يعني خلص انه هو اهمل بهي الفترات. حتى بفترات الحضانه ممكن الام تحط تغلط وتحط ابنها مثلا بحضانه عباره عن لعب، عباره عن سماع اغاني فقط، ما في تواصل لغوي مثلا بين المس والطالب. فهون كمان الطفل بيتعرض لانه حرمان لغوي، صمت، تحسي انه صمت، هو بس عم يلعب ما عم يتحدث ما عم ينطق. طيب هاي المشكله من المشاكل اللي هلا صرنا عم نشوفها كثير، يمكن عم بيحاولوا هلا يحلوها من خلال انه الحضانات او الروضات اللي بتكون موجوده حتى بفتره العطله بيكون فيها موجود اطفال، التعلم عن طريق اللعب، هي كلها وسائل فينا نقول محفزه. خلينا نحكي عن ابرز الطرق المحفزه وامتى الوقت اللي لازم الام ما تبعد فيه الطفل مثل ما قلتي على حضانه او تتركه يمكن مع بيبي سيتر، لازم يكون موجود دائما حدا يساعده او يلعب معه. تمام. هلا مثل ما نوهتي على شغله انه اهم شيء انه نحن ما نترك الطفل لحاله خصوصا بمراحل تكوينه الاولى، لانه الطفل بيحتاجنا اول 5 سنين لحتى نحن نبني شخصيته ونبني المخزون اللغوي عنده. لهيك اهم عامل انه نحن ندمج اللغه بالروتين اليومي للطفل وخصوصا لما يكون بيبي. يعني الام حتى تستعمل اللغه بينه وبين طفلها حتى بتغيير الحفاض، تعمل مثلا حركات بوشها، عم تحاكي بوقت انه استحمام، هي صابوني هي كذا، هو صح ما بيكون عم يفهم بس معه خلص بيصير بيندمج معه بالذاكره بتخزن، وفورا بنلاقي انطلاق بالكلام. طيب خلينا نحكي باي عمر ممكن انا اقول انه هذا الطفل عنده تاخر نطق؟ يعني قلنا انه في البيئه بتلعب دور، في عده عوامل، في اطفال بيحكوا بكير، في اطفال بيتاخروا، بس في عمر بيتجاوز الطفل انا بقول ممكن هذا الطفل يكون عنده مشكله بتاخر النطق فيجب استشاره اخصائي. تمام. هلا الطفل بيبدا بالكلام بعمر السنه. السنه هو العمر الطبيعي لانه الطفل بسيطه بابا ماما. تماما. هلا ليك الطفل بعمر السنه سنه ونص نحن بنعتبره طفل مصلحجي. يعني ما شرط ينطق بابا ماما، لا ممكن ينطق اي كلمه بتفيده. لهيك العمر الطبيعي لنطق الطفل هو بعمر السنه، متى ما تاخر خلص نحن بقى بنبلش ندور على علامات انه لا في مشكله. بعد السنتين ببلش يكون كلمتين لازم بعمر بعد السنه. بعد 3 سنين بقى ببلش بقى الانطلاق. لهيك بعمر السنه اهم شيء انه هو ينطق كلمه ذات معنى، مثل ما قلت لك بابا ماما او اي شيء هو ذات معنى مرتبط بانه شيء بيفيده للطفل. بعمر السنه للسنتين اهم شيء لازم يكون بين ال 50 ل 300 كلمه ماكسيموم، هذا لازم نحن نعيدها كل يوم مع الطفل. من عمر 3 سنين لاربع سنين لازم بقى من 500 ل 1100 كلمه. لازم بقى نحن نردد، لازم بقى يكون جمل من 3 كلمات، لازم بقى اذا سالتيه يفهم عليكي، يحاورك على القليله. بين الاربع سنين لخمس سنين خلص هون الطفل نحن بنحسه لازم ينطلق. عرفتي علي كيف؟ فهون نحن لازم نركز بعلامات تاخر النطق منذ السنه الاولى لعمر الطفل. طيب استاذ نور خلينا نحكي كمان عن شغله مهمه هلا ذكرتيها، انه الطفل احيانا بيكون مصلحجي وبنفس الوقت الاهل احيانا بيحبوا هذا الشيء، فممكن هن يساهموا بانه هو ينطق الكلام بشكل غلط. من باب الدلع ومن باب انه طريقة الغنج والدلال اللي عم يحكي فيها طفل حلوة فبيخلوه يحكي كلام غلط، هذا الشيء قد ايه بيأثر وقد ايه صعب تصليحه؟ كثير، خصوصا نحن هلا البيبيات وقت مثلا الام بتكون عندها بيبي بتنبسط فيه، فأي كلمة بيقولها غلط بترددها وراه وحتى هي بتصير بتحكي مثله. هذا الشيء كثير غلط، لأنه الطفل الأم ردت الكلمة خلص هو اعتبرها إنه هي صحيحة. صحيحة. فنحن الطفل وقت اللي بيخطأ بكلمة نحن لازم مو إنه مثلا نقول له هيدي خطأ، لا بنرددها وراه تماما، بنصححها ونصحح على الكلمات انه الخاطئه اللي هو لفظها. بس انه كثير خاطئ انه نحن ننزل لمستوى الطفل بهذا الموضوع وبيأثر عليه كثير. احيانا انت بتبلشي تحكي مع الطفل وتنبسطي بعد عمر الاربع تماماً سنوات تماما، لا بتلاقيه عم يلاحظ، لا بعد عمر الاربع سنوات ببلش ينطق غلط بتخانقيه، ما انت كنتي نفسك عم تقولي انه هي التربيه من الاول، فبيأثر عليه بشكل عام حتى بنطقه للكلام كثير، لانه لكن احنا متى ما مشينا مع الطفل على اغلاطه خلص تعودها ومشي عليها. صحيح. طيب خلينا نقول في ناس بتحب انه اولادها يحكوا بسرعه، يعني ما عندها صبر على فتبلش تحاول انه تدفعه ليحكي، هل هذا الشيء يعتبر ايجابي ام لا؟ انا لازم التزم بالوقت العمري ولا لا؟ كل حاله طفل مختلفه عن الثانيه، ممكن في اطفال يحكوا يعني قبل السنتين اكثر من كلمه.
تمام. هلا ليكي سؤالك بيرجع للاسباب البيئيه لدرجه اهتمام الاهل بطفلهم. هلا اكيد انت ما فيك تجبري الطفل انه 24 ساعه قاعد عم يحكي كمان، هذا الشيء غلط تمام، بس نحن في ساعات محدده لازم نكون مع الطفل، لازم يكون في تواصل اجتماعي مع الطفل. ساعات مثلا فترات الحضانه، فتره الطفل مع الام هي اهم فترات للتواصل. ممكن فترات الصباحيه الام تقضيها مع طفلها وقت اللي بيكون بيبي لعمر بدها تفوته، تضطر تفوته على الحضانه، فهي الفتره قبل ما تفوته على الحضانه هي كثير مهمه. هي كونت شخصيته، كونت المخزون اللغوي عنده، وبعدين انطلق بفتره الحضانه. اما يكون في درجه صمت 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 بعدين حطيته بحضانه وبده اياه ينطلق، هذا الشيء كثير خاطئ. طيب خلال حديثك نور قلتي هي المشكلات بتعاني منها كل الامهات الجدد مع طفلهم الاول، شو هي اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتوقع فيها الام اذا بدنا نحكي عنها، وبعض النصائح اللي ممكن نقول لها كيف هي تتعامل مع طفلها بما يخص النطق؟ تمام. هلا اهم الاخطاء اللي بتوقع فيها الام هي الاهمال الطفل. تمام. حتى البيئه المحيطه بالطفل بتكون خاطئه، ممكن في يكون في عنف، ممكن يكون في خوف بالنسبه للطفل، بيكون خجل شديد. فنحن اذا ما لجأنا وكوننا شخصيته خلال هاي الفتره كثير رح نعاني مع الطفل. فالام انه خلص انا اهملت طفلي بهاي المرحله، انا ما عم بشوف شو هي مهاراته، شو هي قدراته، شو هي نقاط ضعفه، ما عم بنتبه انا على هاي الفترات، اهملتها سكتت عليها، بعدين بدي انه فجأة بعد كم سنه انطلق انا لاحظ بقى هاي الشغلات نقاط الضعف. فهون بقى الام توقع بغلط انه هي ما بقى في تتجاوز هاي الاخطاء. وفي اطفال يمكن بيفتقوا او بيتاخروا او بيرفضوا احرف غلط، ممكن كمان هذا من تاثير اذا تعرض لعنف او تعرض، البيئه بتلعب دور. تماما. البيئه برجع باكد، البيئه كثير كثير بتلعب دور، خصوصا الجو الاسري للطفل. يعني هو بالاساس ما بيكون عنده تاخر نطق، بس البيئه اللي بتخلي يعني البيئه ممكن تكون. عم اقول لك ممكن يكون في عنف اسري مثلا بالاسره، ممكن يكون في اهمال لقدرات الطفل، ممكن مثل ما نوهنا سخريه من كلام الطفل. انه هو قال كلمه غلط، نحن بدنا نرجع انه عم نتمسخر عليه. فهون الطفل بيرجع لمرحله من الصمت، بفضل الصمت على الكلام. طيب خلينا نحكي عن العلاقه اللي هي بتنشا لما بتبلش الام تعرف انه ابنها عنده مشكله بالنطق. في كثير اهل بيخافوا بالبدايه، بييأسوا، بيقولوا يمكن ما يقدر يعرف، وللاسف يمكن من مكان لمكان تختلف الاستشارات، ناس بتنصحون، المحيط المقرب العائلي، ولبين ما يوصلوا لاستشاري ويبلشوا هي العلاجات. تمام. هي حاله الياس بتنتقل للطفل لا شعوريا لما يحسوا انه هو في مشكله انه ما عم يقدر يحكي. خلينا نحكي عن بعض هي النصائح اللي لازم انا متى ما عرفت انه في مشكله مع الطفل كيف اتعامل معه. تمام. هلا ليكي في عندك اهالي ما بيقتنعوا انه عند طفلهم عنده مشكله. وهذا الشيء نحن بنلاحظه اكثر شيء عند اطفال التوحد وطيف التوحد. لا لساته صغير، هلا بيكبر وبيصير تمام نظامي. انه هي اول شيء تكون مقتنعه بالفكره، بتاخذه لعند اخصائي بيقول لها انه عنده درجات من درجات التوحد او عنده مشكله بالنطق، تسكت. لا انا ابني ما انه انا ابني طبيعي وما فيه شيء، وبتسكت عنه. بس لانه خوف من المجتمع، خوف انه انا ابني طبيعي ما فيه شيء، خوف صحيح. من الفكره انه حتى يكون عنده توحد، هو بيكون ما فيه شيء، هو بيكون عباره عن مشكله بالنطق. فالصمت على انه انت ما بدك تعالجي ابنك من البدايه، من وقت اللي اكتشفتي المشكله، هذا الشيء كثير خاطئ وراح ياثر على ابنك لقدام. حتى ممكن كثير انك انت اذا اهملتي طفلك بمشكله النطق خلاص هو سرح ضاع منك. طيب خلينا نحكي الكشف المبكر عن المشكله والتواصل مع الاستشاري فورا والبدايه بالعلاج، قديش فعليا بيختصر المشكله من البدايه، يعني قديش بتكون فتره العلاج والمتابعه هي قصيره. وانا كأم بتفادى كثير من المراحل ممكن وقف عندها لو ما استشرت اخصائي او مثل ما قلتي اهملت هيدا الجانب عند الطفل. تمام. هلا التدخل المبكر كثير مهم. نحن متى ما لاحظنا المشكله عند الطفل خلص لازم نحيله لاخصائي، بس لحتى انا اعرف شو مشكله ابني. والاخصائي كثير بيلعب دور مع الطفل، على القليله بيقول لك الطرق اللي انت لازم تمشي فيها مع ابنك، بيوضح لك المشكله، بيوضح لك طرق العلاج، حتى شخصيه ابنك بتتكون معه. ممكن انت مثلا في شيء ناقص عندك مثلا بجو الاسره، انت ما عم تعرفي توصلي له اياه، الاخصائي بيساعدك بهذا الموضوع وبيبين لك اياه بالبيت. فكثير مهم انه نحن نلجا للاخصائي بهي المرحله العمريه لحتى نحن خلص ندارك المشكله ويتعالج معنا الطفل. طيب كمان التعامل مع المحيط، يعني في امهات بيحاولوا يبعدوا اطفالهم عن الاطفال الثانيه مشان الاطفال ما يحسوا انه طفله فيه مشكله، هذا الشيء صح؟ لا هذا الشيء كثير خاطئ.
لانه دمج الطفل مع اطفال بنفس سنه كثير مهم لحتى هو يتكون تواصل اجتماعي عنده واللغه. فلا ما لازم نحن يعني لما بلشت المدارس عندنا احيانا ندخل بعض الطلاب اللي عندهم مشاكل توحد او غيرها لحتى يندمجوا، صرنا نسمع مشاكل تماما انه لا ليش عم بتجيبيهم مع اطفالنا ما بيصير وبيصير، مع انه هذا هو خط او منهج تربوي صحيح لمعالجتهم. تمام، هلا ليكي هذا الشيء انه خاطئ بالبدايه انه انا ادمج طفل طبيعي مع طفل توحد او داون. تمام، ليش خاطئ؟ لانه بيكون طفل طبيعي مع طفل توحد بتكون مثلا احنا ما بنعرف درجات الخطوره عنده تماما صحيح. ما بيكون مثلا احنا ضابطينه سلوكيا لطفل توحد او داون. لاحقا نحن متى ما ضبطنا الاطفال الحالات الخاصه فينا نحن ندمج، وضروري نحن ندمج طفل التوحد مع الطفل الطبيعي حتى ما يحس حاله انه هو حتى يعني انسانيا لازم نحن ندمجه، حتى بس نكون عنده قدرات شخصيه مهارات. فكثير شيء ضروري انه نحن ندمج لاحقا الطفل الحالات الخاصه مع الطفل الطبيعي، بس بدايه شوي في خطوره. يمكن حكينا بشكل مفصل عن هذا الموضوع، وبعد مثل ما قلتي هي النقط ممكن تلاحظها الام من البدايه، وفورا يجب استشاره اخصائي لانه بتتفادى كثير من المشاكل وبتاثر اساسا على نفسيه الطفل. تمام، يجب استشاره اخصائي. بالختام اكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. تسلمي كلك، شكرا كثير لكم. شكرا لك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا كثير لكم.